الحمد لله جامعكم في مجاري عجائب الإفضال وجزيل النوال بما سبقت به السابقة في الآزال، ليديم معاني منته ورحمته في الأمة على مدار الأيام والليال. ومرت على ظهر الأرض أمم، أمة بعد أمة، كثير أمم، كثير وأعداد كثير، وكانت لهم أعمار طويلة وكلهم مضوا، وأخيارهم وصلحاؤهم في طي رحمة الله تبارك وتعالى وفي دائرة جود الإله الذي خلق سبحانه وتعالى، وخلق الجنة وخلق لها أهلا، وأهل الجنة في كل زمان في دائرة الفضل الرباني وفي دائرة الرحمة الإلهية، متصلون بأنبياء الله وما أوحى إليهم سبحانه وتعالى. ومضت الأمم وجعل الله خير أمة وآخر أمة تخرج، وأبرز إليهم صاحب المقام الأعظم والقدر الأفخم الحبيب المعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجاءنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه قبل ما يقارب الألف والخمسمائة من السنين، كان مولده الكريم الشريف صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. ومضت هذه الألف والخمسمائة السنة وأخيار أهل الأرض في نوره المتلالي وغيثه الهطال المتوالي فضلا من الله تبارك وتعالى، وكان أول من سقي بذلك النور أمه التي رأت العجائب من أيام كان في بطنها وعند خروج من بطنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحمله عبد المطلب إلى عند الكعبة، الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلماني، وأخذ يعوذ بالواحد الأحد جل جلاله وتعالى في علاه، وانتشرت البركات به في من حواليه حتى نشأ صلى الله عليه وسلم وحليمة كم حصلت من البركات السعدية في رضاعه وأهل بلدتها كلهم، وبعد الجدب غياث وقع، وبعد المحل رحمة نزلت عليهم، وفي أيام طفولته عليه الصلاة والسلام حتى جاءت حادثة شق الصدر الشريف وهو بينهم في تلك البادية، وعادوا إلى مكة المكرمة، وذهبت بأمه إلى المدينة وعادت في الطريق فتوفيت وأدركها الأجل، وتقول إن صح ما رأيت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام، وفالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام. وهكذا وقام عليه الصلاة والسلام في نشأته حتى جاء الخير لمن حواليه، ثم سبقت سوابق الفضل الكبير لخديجة بنت خويلد، وحازت أسرار تفضلات الرحمن على هذه الأمة قبل المبعث وبعد المبعث. أما ليلة البعثة فأول من علم بخبرها هي، وأول من آمن هي، وأول من أدركت سر الاتصال بالوحي الذي ختمت به الرسالات هي، عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وعم الخير من حواليه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قبل خلق العرش والكرسي والأرض والسماء، عين الله أسماء وحددهم ونشر لهم ذكرا في كتابه المهيمن على جميع الكتب، وجعلهم أئمة خير أمة يقتدى بهم من بعدهم، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم اجعلنا منهم يا رب، من الذين اتبعوهم، يقول لنا بين 1400 سنة وبينهم، مرت علي من وفاته صلى الله عليه وسلم 1435 سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام. قال لك في أي قرن جيت
وأنت مقبل عليهم وتوجه إليه بدخلك معهم. والذين اتبعوهم في أي قرن كان، والذين اتبعوهم بإحسان، السياج للكل إيش هو؟ رضي الله عن إيش المنشور هذا؟ إيش المنشور بالرضوان من الرحمن جل جلاله؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، أعد سبحانه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنهم جنات خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. يا عظيم اجعلنا من أهل الفوز العظيم، اجعلنا من أهل الفوز العظيم. وكل صادق في المجلس أو من يسمع المجلس أو يتعلق بهم لو وجه إلى الرب فهو مراد وسط الآية هذه، مراد وسط الآية هذه ومذكور وسط الآية هذه بذكر الرحمن منزل القرآن جل جلاله، وذكر على لسان محمد حتى في الصلاة قال والذين اتبعوهم بإحسان، الشرف اللي شرف الله به المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم هو ذكرهم، وجعل ذكرهم في أعظم كتاب أنزله، وذكرهم رسوله أكرم خلقه عليه في صلاته وخارج صلاته، فكم عوائد هذا الذكر على هؤلاء. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ألوف على ظهر الأرض خرجوا عن الآية أصلا ولم يذكروا بهذا الذكر الجميل، ولا نالهم منه ذرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. كفار يموتون كفار أو فجار، ونعوذ بالله بعضهم في ظاهر الإسلام اليوم ولكنهم يموتون على غير الملة، ما هم حول الآية ولا مذكورين ولا مرحومون ولا منظورون ولا لهم قرب ولا يشاهدون الوجه الشريف يوم القيامة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله يجعل جميع أهل المجمع ومن في ديارهم ممن أريدوا بالآية الكريمة، وممن يحشروا تحت صاحب الأنوار العظيمة. اللهم آمين في رايته ومعه تحت رايته وفي زمرته إن شاء الله تبارك وتعالى إلى دار الكرامة. بجاه عليك لا تفرق بيننا وبين، بجاه عليك لا تباعد بيننا وبين، بجاه عليك اجعلنا من رفقائه، بجاهه عليك اجعلنا من رفقائه، بجاهه عليك اجعلنا من رفقائه. وجميع من يسمعنا ومن في ديارنا ومن في منازلنا وطلابنا وأحبابنا، يا حي يا قيوم، خير مسؤول وأكرم مامول، نوجه إليك الأمل والسؤل، ونسألك بوجاهة هذا الرسول أن تجعلنا ممن يرافقه غدا، وعجل لمن شئت منا بكرم مرافقته في الحياة وعند الوفاة وفي البرزخ ويوم الموافاة، والمرافقة في الفردوس الأعلى، وأكرم وأشرف وأعظم المرافقة في ساحة النظر إلى وجهك الكريم، ويا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، مطلب عظيم. ولولا ما علمنا على لسان رسوله من عظيم رحمته ما قدرنا نطلب هذا المطلب العظيم، ولا قدرنا نسأل هذا السؤال العظيم، ولكن العظيم أخبرنا على لسان العظيم أنه أعظم من أمل كل مؤمل، وأكبر من رجاء كل راج، وأجل وأفضل. قال سيدنا عمر لما سمع قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 11 مرة من سورة الإخلاص بنى الله له قصرا في الجنة. قال: إذن تكثر قصورنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب جل جلاله، يعطي ولا يبالي، مولى الموالي. جمعكم على الإيمان به وبرسوله وبالكتب والرسل أجمعين وبالملائكة وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إيش النعمة اللي أنتم فيها هذه؟ كم محروم منها في العالم، ومنهم ألوف ومنهم ملايين، ونعوذ بالله قضاء الله وما لنا قدرة، يموتون على غير الملة ويحشرون إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله لا يجعل فينا ولا في أهلنا ولا في أولادنا ولا في أبائنا ولا في أمهاتنا ولا في أصحابنا أحدا منهم يا رب، ويجعل كل منا في زمرة الحبيب الأقرب الأطيب الأعذب الأجل الأجمل الأكمل الأفضل محمد بن عبد الله
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فرد ما كمثله فرد، عبد ما كمثله عبد، نال من المجد ما دونه كل مجد، وأدرك من سر الحمد ما لم يصله أحد، ولواء الحمد بيده. ونحن نحب اليد هذه، ومن أجلها أحببنا اللواء الذي تحمله، ومن أجلها أحببنا الذين يدخلون تحت اللواء. يد كريمة، قال عنها الرحمن في آياته العظيمة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون، تسمع الكلام العذب، تسمع الكلام الكبير من الله الكبير، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يا مكرمها من يد، يا ما أعذبها من يد، يا ما أطيبها من يد. الله لا يحرمنا مصافحتها، الله لا يحرمنا تقبيلها. يا الله يا الله، بجاه عليك أكرمنا بمرافقته، شرفنا بمرافقته، هب لنا الفوز بمرافقته. يا الله يا الله، يا من جمعتم على الإسلام والإيمان في مجامع فضل الكريم المنان، وتسألونه وتطلبونه. المقطوعون وجهتهم هذا إلى شركة، وهذا إلى مؤسسة، وهذا إلى حكومة، وهذا إلى دولة، وأنتم تتوجهون إلى من هنا؟ وأنتم تسألون من هنا؟ وأنتم تطرحون حوائجكم على من هنا؟ إيش الفضل هذا؟ إيش الإحسان هذا من حضرة الرحمة؟ الحمد لله، أتم النعمة علينا يا رب، زدنا إيمان بك حتى يبقي يمضي باقي عمر كل منا وهو يعبدك كأنه يراك، وهو يعبدك كأنه يراك، ويلقاك وهو يحب لقاك وأنت تحب لقاه. يا رحمن يا رحمن يا منان يا كريم يا وهاب يا الله، نعم الرب ربكم من بهذه النعم علينا، وكل أهل هذا الخير تحت أنوار هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. في القرن الأول والثاني والثالث وصلتم القرن الخامس عشر الهجري، وقربتم انتصافه الآن، بينتصف علينا، وإن شاء الله يجعل الله لنا وللأمة في فرج ومخرج وخير منه سبحانه وتعالى. لا يزال دائم الثج، ينفتح به في الخير كل باب مرتج، ويقوم به كل معوج، وننتهج به في خير منهج، ويذهب عنا الله شر إبليس وجنده أجمعين، وعن أهلنا وعن أولادنا وعن نياتنا وعن مقاصدنا وعن أقوالنا وأن أفعالنا، حتى ندخل في دائرة عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهكذا لما قال له إنهم أجمعين، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. في ناس أنت تختارهم ولا قدر لي عليهم، ومهما لبست ومهما كذبت ومهما خدعت ما أقدر عليهم، أنهم أحباب الرب جل جلاله. وتعالى في علاه قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان وإلا. لكن الصنف ذا اللي أنا هم رتبهم لي: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. وكفى يا وكيل، توكلنا عليك ونعم الوكيل أنت، فاكفنا شر الشيطان وجنده وكل قاطع يقطعنا عنك في الفكر والنية والمقصد. يا الله لا تعرضنا للساقطين والهابطين يؤثرون على فكر أحد منا، ولا على وجهة أحد منا، ولا على نية أحد منا، واجعل تأثرنا بأنوار الكتاب وبلاغ سيد الأحباب لا يؤثر غيرها في قلوبنا ولا في عقولنا ولا في أفكارنا ولا في أخلاقنا ولا في وجهاتنا. آمين يا رب، حتى نكون عباد خلص لك، ما تشوبنا شائبة النفوس ولا الأهوى ولا لعب شياطين الإنس والجن. اجعلنا في الحصن الحصين، اجعلنا في الحرز المتين، اجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، اجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا.
يا عزيز عززت أيدينا بالرفع إليك، لك الحمد لك الحمد لك الحمد، ما أذللتها بالسؤال والرفع إلى مخلوق، لا إنسي ولا جني ولا اسم لك ولا صغير ولا كبير، شرفتها بالرفع إليك يا عزيز. العزة كلها لك، أعززت أيدينا بالوجهة إليك والرفع إليك، فلك الحمد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك 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 إليك، يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها بالذل خائبة، فلا تردنها بالذل خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد، فبحر جودك يروي كل من يريد. يا ربي أكرم الحاضرين والسامعين بالورود على بحر جودك، وأسعدنا بأعلى السعادة والظف الظفر بشهودك واتباع سيد أهل حقيقة توحيدك صلى الله عليه وآله وسلم، ونعم المتبوع لنا. اللهم اجعلها ساعة عطاء وغفر لجميع الخطاء وتثبيت للأقدام والخطاء، ومن حضر معنا من مناصبنا ومن كبارنا ومن شيباننا ومن أهل السر فينا ومن القلوب المتوجهة ومن الأرواح الطاهرة ومن الملائكة المقربين، اللهم بارك لنا في حضورهم وأشرق علينا نورهم وأطل أعمارهم في طاعة، وبلغهم فوق الأمر وسر قلوبهم بما تفيض به علينا وتجود يا جواد من خيرك، من خيرك الغير محدود، يا ذا الكرم والجود، يا بر يا ودود، يا مبدي يا معيد، يا فعال لما يريد، يا راحم العبيد، ارحم برحمتك الواسعة وعطائك المديد جمعنا ومن في جمعنا ومن يسمعنا ومن يتابعنا ومن له صلة بالإقبال عليك ومن له صلة قلب بالصدق معك من الرجال والنساء والإنس والجن والصغار والكبار والعرب والعجم في شرق الأرض وغربها، وقد توجهنا إليك بوجهتهم أجمعين سائلين منك أن تنظر إلينا نظرة تزيل العناء عنا وعن أهل رفح وعن أهل غزة وعن أهل الضفة الغربية وعن أهل السودان وعن أهل الصومال وعن أهل العراق وعن أهل ليبيا وعن أهل الشام وعن أهل اليمن وعن المسلمين في المشارق والمغارب، تزيل العناء عنا وتدن المنا منا ومنهم أجمعين، وكل الهناء نعطاه ويعطونه في كل حين، نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطى في كل حين، نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطى في كل حين، ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، أمراض سقيمة.